جزاكم الله خير. يقول السائل: ما مقدار الدم الناقض للوضوء، وهل من جرح بمشرط انتقض وضوءه؟ الدم الذي ينقض الوضوء هو الكثير عند بعض العلماء، ومحل خلاف، لكن الذين يرون أنه ينقض إذا كان كثيرا كثيرا عرفا في عرف الناس المتوسطين. أما إن كان قليلا نقطة أو نقطتين أو أقل من ذلك، هذا لا يؤثر ولا ينقض الوضوء.